دبي حنطر. ترى عندك ذكريات عن الرحى تتذكرين؟ انا ما اتذكر معي شارع ولا شايفه، امي كانت تحكي والدتي وانا اتذكرها كنا نطحن بالبيت. هسه احنا بالمهرجان مال التراث السرياني. ها خاله انت تتذكريها؟ اللي راحة؟ ايه كين راحة قابل. ايه تتذكرين من شنتو تسوون بيها؟ شكرا. ايه الله يخليك. امين كل سنة وكل عام. هاي حجر راحة. ايه حجر راحة كانوا يديرونه للطحن، مو بس هاي حتى الحمص كانوا يكسرونه. عدس حمص عدس. احنا لل 95 كانت عمتي الله يرحمها تستعملها وبيبيتي. خلي الحنطه ويطلع البربر وبعدين بالهاي منخل يسوون ثلاث اشكال، الخشن والوسط والناعم. والناعم أنا هواية من كنت صغيرة كنت أساعدهم أديرها وياهم. الرحة يسموها قبل ندير الرحة. مثال عليها كانوا يخلون يم هاي يم الساقية مال مي. إي. كانوا يخلونها يعني أكثر شيء. شكرا ست تمارة. أنت من موظفين المتحف ولكن بالمهرجان مهمتك الرحة. اي شكرا شكرا. اهلا وسهلا. شلونك حبيبتي؟ الله يخليك. نورك السابق. انا ريتش معاك سوراني. اي التراث السرياني. اليوم احنا عندي في مهرجان محل التراث السرياني. اي نورتينا حبيبتي. وبعد اليوم طابخين هريسه. اي هريسه عباره عن حبيه ولحم ودجاج. من الاكلات خلينا الاكلات الشعبيه القديمه. حبيبتي نورتينا. الله يخليك. نورك السابق يا مرحبا. هنا أنا شو مسوين؟ دولمة. هنا مسوين دولمة كوبا حمراء دولمة بيها. إن شاء الله. شوف. هلا. شلونكم؟ هلا. هلا وشلونكم؟ اليوم ثاني يوم بالمهرجان. يلا نور الشتابه احجولي احجولي. يلا نور الشتابه. اي احجي لنا غاده. هاي اول سنه اشارك بس الاجواء حلوه. اي يعني ما شاء الله تشوفين الوان واطياف يعني كلش حلوه. حلو. يا ريت يا ريت كل سنه نشوفك. كل سنه وكل عام يا ربي. هلا وحبيبتي هلا وست غاده. يا رب يديم الافراح يديم الافراح. شوف شكيت حلو الشباب التونسيين. والصفر
البركة قد ما خلي مملح لي من دوشة ومن النزوة يا حسين.